Assalamu alaikum. Today we are going to start with the new grammar, grade 10. Our lesson today is about action or linking verb. Action verb اللي هي الأفعال الحركة بتدل على حركة أو الشيء الذي نستطيع القيام بها وأدائها. واللينكينج فيرب هي بتوصف أو بتعرف الفاعل في الجملة. Action verb من اسمها action verbs هي أفعال بتدل على حركة. أمثلة write, wash, swim, sleep, read, و listen. حكينا linking verbs هي أفعال ربط. كيف ربط؟ يعني تربط الفاعل باللي هو الاشي اللي بيوصفه او بيعرف الفاعل شو هو. هلا اللينكينج فيربس هدول ار لايك ان ايكوال ساين. كيف يعني ايكوال ساين؟ زي اشاره اليساوي. تمام. يعني ناخذ اكزامبل، ذا ستوري از انترستينج. هلا بدي اشيل الاس واحط مكانها الايكوال ساين اللي هي اشاره اليساوي. شو راح يصير جملتي؟ ذا ستوري ايكوالز interesting. معنى الجملة بالأول story is interesting، القصة ممتعة. The story interesting معنى الجملة ما تغير، معناته interesting هون إيش بتعمل؟ توصف كلمة story. فإحنا بدنا نحذف الاس ونحط مكانها الإيكوال sign ومعنى الجملة ما رح يتغير. Another example، he is happy، هو سعيد. هي equals happy، راح نشيل الاس ونحط مكانها الايكوال ساين وبالتالي معنى الجملة ما راح يتغير. هي happy، هو سعيد، فالمعنى عنا ما تغير، اذا هو linking verb. Only linking verbs have an adjective or a noun. دائما linking verbs are followed by صفة اللي هي الأدجكتيف ونام اللي هو الاسم. طبعا أنا لما بحكي linking verb أنا بدي أعرف أو أوصف الفاعل وبالتالي بدي أوصفه باسم أو بدي أوصفه بصفة أو بدي أحط نام يعبر عن هذا الفاعل. رح تكون شكل جملتك subject linking verb، رح يجي بعديها an adjective or a noun. بينما الـ action verbs don't have an adjective or a noun. بس معنى كلامي انه مش انه ما بيجيش وراها اسم. انا ممكن احكي هي بلاي فوتبول، صح ولا لا؟ فكلمة فوتبول هون هي اسم ولكنها مش تعريف لا هي، ما بتوصف هي. نرجع هلا، حكينا انه درسنا action verbs و linking verbs. الaction verb describe what a subject does، توصف الاشي اللي بيعمله الفاعل. تمام، بتدل على حركة، على اداء اشي احنا بنقوم فيه. swim، run، read، play، هدول امثلة ممكن تستخدمهم كaction verb، اشي بده حركة. بينما linking verbs describe what a subject is، هي بتوصف الفاعل نفسه، مثل فعل look بمعنى يبدو، seem برضو معناها يبدو، appear معناها يبدو برضو، بس هي كفعل معناها يظهر، ولكن لما بدي استخدمها كlinking verb رح يتغير معناها. get معناها يصبح. هلا ممكن احكي she looks beautiful today او he looks tired. هون استخدمتها كlinking verb عشان اوصف فيها فاعل او اعرف عن الفاعل. نيجي هلا للمهم، كيف بدي اعرف افرق بين اللينكينج فيرب والاكشن فيرب؟ how to tell the difference between lv and av. وهون انا حطيتهم باختصار، lv هي اللينكينج فيرب والav هي الاكشن فيرب. كيف بدي اعرف الفرق بيناتهم؟
ناخذ امثله. I feel sad. feel هون معناها هي الفعل، هي عبارة عن فعل. ايش معناها؟ I feel sad هون اشعر بالحزن. اشي inside you، انت ما تحركت، يعني انت ما عملت اداء حركي او ما قمت بفعل معين، اشي emotional عاطفي. معناته هون عبارة عن linking verb، هي بتوصفني انا اني حزين. I feel the fabric. I feel the fabric معناها اني انا بلمس القماش، يعني او بحس القماش. هلا هون انا قمت بفعل، عملت اداء، مسكت القماش ولمس، يعني حسيته للقماش، فهي عندي هون action verb. نيجي هلا لطريقة التفريق بين linking verb والaction verb. نعمل اشي تيست نختبر الفعل انه بزبط يكون linking verb ولا action verb. اول شي بدنا نعمله، احنا عنا two ways، عنا طريقتين. الطريقة الاولى بدك take out the verb and put an equal sign، بدنا نسحب الفعل من الجملة اللي بيكون موجود بعد السبجكت ونحط مكانه اشارة يساوي. عندك الجملة I feel sad، هلا بدنا نسحب feel ونحط مكانها إشارة اليساوي. شو راح تصير جملتي؟ I equal sad. I sad معنى الجملة هون ما تغير. فوق حكينا أنا أشعر بالحزن، هون حكيت I sad. كلمة sad هون إيش بتعمل؟ توصف الفاعل. فسؤالي does sad describe the subject؟ The answer is yes. معنى الجملة عندي هون ما تغير. Another example. I feel the fabric. حكينا شو معنى I feel the fabric. هلا بدنا نشيل الverb feel من الجملة ونحط مكانه الـ equal sign. شو راح يصير جملتي؟ I the fabric. Does it make sense؟ ها فيها معنى؟ هل كلمة fabric بتوصف الفاعل I؟ طبعا لا. وجملتك هون أو فعلك اللي هون اللي هو feel هو عبارة عن action verb. شو حكينا الطريقة الأولى؟ حكينا بدنا نشيل الفعل ونحط مكانه إشارة يساوي. هلأ الطريقة الثانية take out the verb and put in verb to be، بدنا نشيل الفعل من الجملة تبعتنا ونحط verb to be. طب شو بقصد أنا بالverb to be؟ is، am، are. طب كلهم بقدر أحطهم نفس الجملة؟ طبعا لا. هلأ الاس بدك تستخدمها مع الفاعل المفرد لما يكون singular، الام رح أستخدمها مع الاي، والآر رح أستخدمها مع البلورة لما يكون عندي الفاعل جمع. ناخد إكزامبل ونعمل عليه تيست. نفس الإكزامبل الأولاني I feel sad، بدنا نشيل sad ونحط مكانها verb to be. شو حكيت أنا بدنا نحط verb to be أي واحد فيهم؟ رح نحط الآم. رح تصير جملتي I am sad. هل تغير معنى الجملة عندي؟ أنا حزين، أنا أشعر بالحزن. Does it make sense؟ أكيد it makes sense. So it's a linking verb. ناخد الجملة الثانية I feel the fabric، بدنا نسحب الverb feel من الجملة ونحط مكانه verb to be، رح نحط برضو am. I am the fabric. هل أنا قماش؟ تزبط الجملة؟ طبعا لا. Does it make sense؟ It's no. It's an action verb. ناخد كمان example. Alex tastes the soup. Alex يتذوق الشوربة. هلا بدنا نفحص، نعمل التست الأولاني اللي هو بالequal sign، اللي هي إشارة اليساوي. Alex يساوي the soup. هل هاي الجملة منطقية؟ طبعا لا. رح ناخد نكمل. هلا نحط الverb to be. Alex is the soup. هل هاي الجملة صحيحة أو does it make sense؟ طبعا لا. So الverb taste هون هو عبارة عن action verb لأنه ما بيعبر عن subject. نكمل. The soup tastes delicious. الشوربة طعمها لذيذ. بدنا نطبق القاعدة الأولى اللي هي حكينا إشارة اليساوي. The soup equal delicious. delicious إيش عملت؟ عبرت أو عرفت عن الفاعل اللي هو the soup. معناته جملتي هون صحيحة وما تغير معناها. رح ناخد كمان verb to be. The soup is delicious. هل تغير معنى جملتي؟ طبعا لا. So taste in this sentence is
a linking verb. هون عنا مجموعة examples، حطيت جمل مرة جربنا فيها ال equal sign، مرة جربنا اللي هو ال verb to be. تأملها مزبوط، اقرأها وحاول انك ترجع تراجعها مرة ثانية عشان تقدر تطبق القاعدة. تعلمنا الفرق بين اللينكينج فيرب والاكشن فيرب ومتى بنستخدمهم. لازم نعرف انه some verbs can be both linking verb and action verb، يعني بتزبط تكون فعل ربط وفعل حركة. الافعال التالية اللي هي رح نطبق عليها التست تبعنا، شو هو التست؟ حكينا بدنا نستخدم اشارة اليساوي بدالهم او نستخدم الفيرب to be. طبعا هون اللي هو فكرة الدرس سبتنا، اي فعل مثل swim مثل play مثل jump run، هاي افعال مبينة انها افعال حركة. ما تبقى من الافعال هذا فعل انا بدي استخدم عليه التست تبعي عشان اميزه هو linking verb او action verb، مثل الفعل appear feel grow look prove remain smell sound taste and turn. نيجي هلأ للمعلومات المهمة اللي انت لازم تعرفها. اول شيء عنا الفعل seem اللي معناه يبدو، is frequently used with the words like and as though، دائما بنستخدمه او بشكل مستمر يستخدم مع الكلمات like and as though، يعني بيجي بعده الفعل like او الكلمة like sorry and as though. تمام، ناخذ example. It seems like it's going to rain. It seems as though it's going to rain. فهون اجت الكلمات مع الverb seems. Another information, the verb get is frequently used as a linking verb meaning become. يعني الverb get، الفعل get دائما دائما يعتبر linking verb. شو معناه؟ معناه become. طب ايش معنى become؟ become معناها يصبح. He got tired. He became tired. Got has the same meaning with became. إلهم نفس المعنى. نرجع نذكر. Seem نستخدمها غالبا مع كلمات like و as though. و get دائما تعتبر linking verb. طب هذا linking verb شو معناه؟ معناه become.